متنقلا بسوق اللوازم المستعملة، يسعى شعيب جاهدا لاقتناء مدفأة بحالة جيدة تقيه برد الشتاء بعد ارتفاع أسعار جديدة منها بالسوق. لي بري رام الله يبارك، لي بري شابين سوما زينه خير من جديد. دروك اللي ما عندوش يشري من نابول بمليون، مليون و200، جديد راه غالي بزاف، زوج و600، زوج و800، الله غالي ما نعطيكش انا على بري هذا. جودة المنتوج القديم في نظر شعيب بالإضافة إلى الضمان المقدم من طرف الباعة بالسوق فكرة دفعت كذلك هذا الأخير للتوجه لشراء مدفأة مستعملة بدل أخرى جديدة. هذا المنتوج القديم هذا ندير فيها أنا ثقة، المنتوج القديم هنا ياك شغل اللي بالك بالغارونتي ما يخسر، ما صادر من العام للعام، غير فيري في صوالحك وصاي منتوج شباب. في حين تدعو جمعيات ومنظمات في الاختصاص إلى التنبه لخطورة الوضع من خلال تكثيف حملات التحسيس والتوعية لفائدة المستهلك تفاديا لحوادث قد تكثر في فصل الشتاء. المدافئ المستعملة على الأقل يعني تستعمل خمس شهور ولا ستة في السنة، راح تكون صيانة تاعها إجبارية للمستهلك يعني لحمايته طبعا. اللي يفوت على بلومبي ولا مهندس ترسيس يعني باش يريفيزيلو ولا يراجع يعني الصيانة تاع المدفأة اللي تكون مطابقة لشروط ومعايير السلامة، لأنها الأعطار تاعها راهي كارثية وقاتلة قاتلة. في نفس الوقت من نقدموا لمديرية التجارة أنا تكثف عملية المراقبة على مستوى الأسواق الأسبوعية وحتى على المحلات، ولازم ثاني تكثروا حملات التحسيس على مستوى الأحياء والمدارس وحتى الشركات. ويبقى تفعيل سبل الرقابة الوقاية والاحتراز خير دليل لتفادي ما لا يحمد عقباه.